ريفلكس اظن يعني أكيد فكره طبعاً. ان يبقى عندك سرعه رد فعل وخصوصا يعني الكره ما بتلحقش يعني لو انت بتلعبي حد جامد على مزاجك كده الكره ما بتلحقش عايزه سرعه رد فعل وعايزه الى حد كبير برضو ثبات انفعالي ده اكيد مش كده برضو طبعا ايه تاني متطلبات الرياضه دي اولا هي يستحسن انها تبدا من بدري لان زي ما حضرتك قلت سرعه رد الفعل دي صعب قوي انك يعني تنميها في اللعيب وهو كبير بس هي قابله للتنميه لو سن صغيره بس لازم يكون هو عنده برضو القابليه للتنميه دي فلازم من هو صغير بلس ان هو في الفتنس طبعا في جزء رد فعل لحد النهارده بتمرنه لازم يبقى اللي هي بسرعه رد فعل مينلي يعني وفتنس ان تخليني جسمي قادر ان انا استجيب مع يعني انا خدت بالي من حاجه جسمي يقدر ان انا اروح لها بسرعه كور ورجلين وطبعا دراعات والكلام ده كله ده مهم جدا زي ما حضرتك قلت ثبات الانفعالي ده من اهم الحاجات التنس طاوله لان الفرق ما بين النقطه والتانيه مفيش طبعا فانك كسبت البونت لازم تنزل بسرعه ترجع لرادي تاني ولو خسرت لازم علشان ارجع تاني هنا فبيحصل يعني مشاعر كتير جدا في وسط الجيم وهو جيم 11 نقطه برده صغير جدا ما بين الجيم والجيم دقيقه واحده بس بريك مع الكوتش فالموضوع سريع جدا فلازم يبقى انت دايما عقلك جاهز تستوعب وتريكفر من كل الكلام ده كله وترجع دايما ريدي انك تقدر تلعب تاني كل بونت طب نزيني عندي سؤال شويه يعني عام دلوقتي الرياضات اللي بتعتمد على الايد عندنا مثلا تنس عادي تنس طاوله وسكواش يعني مين اللي خلينا نركز في الثلاثه دول يعني ايه الفرق في فكره هنا مش طبعا مش الفرق في يعني يعني اكيد كل لعبه ليها رولز معروفه بس ايه الفرق ما بين هنا وهنا وهنا وايه اصعبهم يعني برضو لو هنقارن بين الثلاثه دول بصي انا ما اقدرش اقول حاجه اصعب من الثانيه هو انا بحس ان التنس طاوله اصعب حاجه فيها زي ما انا قلت قصر الماتش وان الجيم سريع جدا ده انا بحس في التنس لا في وقت الكره رايحه وراجعه وبيريحوا يعني بس السكواش مثلا الحركه اكتر حاجه اكيد بعد كده يجي التنس كمان بعد كده يمكن تنس ده اكيد بالظبط فيعني النفس مثلا في التنس اهم بكتير من تنس طاوله احنا مش محتاجين النفس العالي ده قوي كده او العضلات الطويله اللي تخلينا نروح ونيجي لا يعني كل واحد عنده حاجات اصعب من الثانيه بس انا بالنسبه لي طبعا كتنس طاوله انا بحس انها فعلا اصعب حاجه فيها المنتل بس انت عارف تلعبي سكواش وتنس ولا مالهاش علاقه تنس معرفتش خالص يعني بجد مالهاش علاقه انا معرفتش خالص على تنس سكواش بحب العبه بصراحه ايه بنلعب كده يعني انت عارف دايما نسمعها يعني انا مثلا انا جربت العب سكواش مرتين في حياتي وفشلت بس بس كنت بلعب تنس ففعلا ليه بقى وما اعرفش برده الاجابه نلعب تنس ما نعرفش نلعب سكواش والعكس صحيح او ما يعني هم كلهم كره ما هي دي بقى ما هي دي النقطه السنس مختلف تماما يعني السكواش التنس الايد بتتحرك كلها ما بيبقاش فيه هنا حركه جامده قوي تنس طاوله المضرب نفسها مختلفه في التنس عن السكواش مسكتك للمضرب تماما الكور اللي تحت وحاجات زي كده طب احنا